قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يأمل في ألا تنسحب إيران من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية لكبح أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. أعرب لافروف عن أمله في ألا تنتهك الولايات المتحدة تعهداتها بموجب الاتفاق واصفا العقوبات الأمريكية أحادية الجانب بأنها إجراءات غير مسؤولة. تأتي تصريحات لافروف بعد أن هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بإمكانية تخلي بلاده عن الاتفاق النووي إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض العقوبات عليها.